وفي غمرة الاحتفالات بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، غرة نوفمبر وهو تاريخ انعقاد القمة العربية لما يحمله من رمزية ودلالات عميقة، تحتضن أوبرا الجزائر بعلم السايح عرضا ملحميا حول صدى الثورة الجزائرية في المسرح العربي وسط حضور متميز لضيوفها من الدول العربية. كان هذا إذن جانبا من الاستعدادات للعرض الملحمي التاريخي سهرة اليوم بأوبرا الجزائر، وإلى هنا ننهي